معلقنا وعزيز علينا، وايش الشياكه دي؟ الله يسلمك ويبارك فيك، حياك الله وحيا الله اسيا، وان شاء الله تكون حلقه خفيفه. الله يسلمك، واتمنى يعني زي ما قلت لك انت كل ما اجي حلقه يمكن تتوتر انت من موضوع الشياكه، فاتمنى تكون عادي جدا. اخر حلقه طلعت معك كان التوتر نصيبه عادي جدا، حتى طلعنا يمكن الحلقه يمكن 15 دقيقه طلعنا فاصل 16 دقيقه بس توتر. من طرف الدولاب كمان؟ من طرف. إذا مشاهدينا، هذا الكلاسيكو 75 بعد 100 مباشرة سيكون منقول عبر قنوات بي إن سبورت التالية من سانتياغو برنابيو. كما سبق وذكرت، اللقاء يقام في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 12 ظهرا بتوقيت غرينتش، عبر HD1 HD3 HD11 HD14 HD17 4K. طبعا التغطية لبين سبورتس حول العالم من نيوزيلندا لكندا، هناك كل العالم ومختلف المناطق التي سوف تشاهد هذا الكلاسيكو بتغطية بين سبورتس نيوزيلندا، استراليا، اندونيسيا وتايلاند. طبعا هذا بالإضافة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. دائما هناك تركيا، وأيضا بالإضافة إلى تركيا هناك أيضا في أوروبا التي سوف تشاهد تغطية بين سبورت فرنسا وإسبانيا أيضا. ونختم مشاهدينا مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك كندا. إذن بإمكانكم أن تتابعوا هذا الكلاسيكو حول العالم مباشرة معنا مع قنوات بين سبورتس. إذن من نيوزيلندا إلى كندا، بين متواجدة لتنقل لنا هذه التغطية، ولكن العديد من اللقطات التي لا تنسى، لحظات لا تنسى في الكلاسيكو آسيا، التي يعني ربما عندما نسمع هذا الاسم هناك لحظة لا تنسى. سوار، ما هي اللحظة التي لا تنسى لك عندما تسمع كلاسيكو؟ والله أنا بالنسبة لي كل لحظات الكلاسيكو هي تعتبر لا تنسى. والله شكله فيش لحظة وأنت لا 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 لا، والله حقيقة والله. لأنه الواحد يعيش على الكلاسيكو. الكلاسيكو هذا محمد، في إحصائية ظهرت قبل فترة أنه أكثر تجمع بشري بعد نهائي كأس العالم كمتابعة، تجمع بشري في كل شيء، هو مباريات الكلاسيكو. لدرجة أنه البلدان حتى شرق آسيا اللي كانت ثقافتها وألعابها الفردية، يعني ألعابها فردية وثقافتها ألعاب قتالية، لتسوق لكرة القدم كانت تأتي بمباريات الكلاسيكو. الآن جبت إحصائية عن أمريكا وكندا، ثقافة كرة القدم في أمريكا وكندا مش بتلك الثقافة الكبيرة جدا، الآن بدأت تتطور بصورة كبيرة. واحدة من عناصر التسويق الهامة جدا كان مباريات الكلاسيكو، لذلك شوف وقت الكلاسيكو يلعب ليواكب أوقات العالم كلها مجتمعة. لذلك هذه أكبر قيمة تسويقية موجودة في كرة القدم، هذا الكلاسيكو. الشغوف بكرة القدم والمتابع له ليس لديه لحظة خالدة، ولكن أنا بالنسبة لي اللحظة الخالدة لما علقت على الكلاسيكو وانتهى 4-3، فاز برشلونة في تلك المباراة، كانت من أجمل المباريات لأنها 4-3. تلك المباراة بالنسبة لي لحظة خالدة، لكن كل لحظة في الكلاسيكو بتفاصيلها، ما قبل المباراة، ما بعد المباراة، إن كانت من ناحية إعلامية، من ناحية اجتماعية داخل إسبانيا أو على مستوى العالم، أو من ناحية تنافسية، هذه اللحظات تبقى لحظات خالدة وفيها شغف وفيها شد لأي متابع. سوار، في الماضي يعني كم أن كل من ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو على وجه الخصوص، المدربين كذلك باقي اللاعبين، محظوظين في عصرنا الحالي لكون التكنولوجيا تطورت لكل لاعب منهم كاميرا خاصة به. في الماضي لم نكن نتحدث سوى عن عدسات فوتوغرافية في أرضية الملعب، عدستين فقط للكاميرا في الماضي، الآن أكثر من 30 كاميرا، وبالتقنيات نتحدث عن 4K الآن. ما شاء الله. شوفي، قبل كذا جاء ميشيل سلقادو حلل معانا هنا، فأنا سألته إيش أبرز الإنجازات، قال أنت بالنسبة له، أنا كنت أقول له يا أخي تتذكر رونالدينو، لأن رونالدينو يعني عامل عمايل في سلقادو، فضحك قال لي يا أخي أنا يكفيني أني حرصت كم تشامبيونز ليج وحرصت، وأنا لعبت تقريبا كذا مباراة كلاسيكو. يعني حتى لاعب كرة القدم يتفاخر أنه لعب كم مباراة كلاسيكو، هذه كأنها في السي في، نقطة قوة له ونقطة بصمة تاريخية له، أنه لعب كم مباراة كلاسيكو. مثل ما تفضلتي، التكنولوجيا الآن يعني أكيد ساهمت في الانتشار بصورة كبيرة جدا، لكن عبر كل اللاعبين لما تقرأ في سيرة لاعب تجد حتى في مواقع الرئيسية للمعلومات تجد أن هذا اللاعب لعب كذا مباراة كلاسيكو، وبالتالي هي نقطة فخر بالنسبة لأي لاعب. أضف إلى ذلك الظروف التاريخية السياسية،
بين برشلونة وبين ريال مدريد، هذه أعطت بعدا عميقا كبيرا جدا في مباريات الكلاسيكو. لذلك في واحدة من اللقطات لما جمهور ريال مدريد في البرنابيو صفق لرونالدينو، هذه اللقطة بقيت خالدة إلى وقتنا الآن. نعم. لأن مشجع مدريد يصدق رغم أنها كرة قدم، لكن بعدها السياسي في نفوس الجماهير الإسبان. نعم. تحديدا هذا أعطى صورة مغايرة. إذن هذه اللوحة التي نشاهدها أمامنا سوف تسطر قصص ولحظات خالدة بالتأكيد اليوم لربما. يعني استمعت لآسيا، استمعنا لسوار عن بعض اللحظات التي ربما لا تنسى، انتقينا لكم بعضا من لحظات لا تنسى في تاريخ الكلاسيكو. من جديد مشاهدينا نذهب إلى شبكة مراسلينا جمال جبلي وأشرف بن عياد من سانتياغو برنابيو، لحسن سالم من محيط ملعب سانتياغو برنابيو. أرحب بكم جميعا، البداية ستكون مع لحسن سالم من خارج أرضية الملعب. لحسن، هل لا تزال عملية الانفصال أو التصويت على انفصال إقليم كتالونيا ترخي بظلالها على الأجواء، أم أن الأمور نوعا ما انتهت بعد قرار حكومة مدريد؟ نعم آسيا، بطبيعة الحال اليوم يوم كرة القدم، والجميع بطبيعة الحال ينسى ويتناسى السياسة ويفكر فقط بالنتيجة التي يخرج بها هذا الفريق أو ذاك، من سيفوز. وفي اعتقادي أن ذلك لن يؤثر مهما كانت، صحيح أن نتيجة الاقتراع كانت في صالح الانفصاليين، إلا أن الأمور ستختلف على ما يخص فيما يخص كرة القدم. الجميع هنا يناصر بطبيعة الحال فريقه، وكما تشاهدين خاصة الإخوة العرب لا يهتمون بهذا الموضوع وينسون تماما، والجميع يريد أن يفوز فريقه.
طبعا الأحسن سالم، طبعا هذه الأجواء حتى ولو قبيل الساعات دائما الجماهير متحمسة. شكرا الأحسن سالم من خارج الملعب. هناك العديد من المشجعين العرب الذين شاهدناهم في خارج الملعب، ولكن داخل الملعب الأجواء هادية قبل العاصفة والعاصفة ما بين المحللين واليوم مراسلين. أيضا معنا من داخل الملعب الأخوين لكل منهما الالتحام الأخوي ما بينهما، أشرف بن عياد وأيضا جمال جبلي. ما هي طبعا مصادركم؟ هناك بعض الأسماء ربما تكون متواجدة اليوم في التشكيلة من ناحية ريال مدريد، ربما نقاش حول إيسكو، جارث بيل وأيضا برشلونة. ما هي الأسماء المطروحة لكليهما؟ يعني جمال وأشرف المحايدين اليوم، ما هي التشكيلة المتوقعة لكليهما في الناديين؟ طبعا مساء الخير ثانية أو صباح الخير، لأن لازلت الساعة الآن 11، بالتالي لازلنا في صبيحة مدريد على غير العادة بالنسبة لمباريات الليغا، والتي كما ذكر رئيس الرابطة بأنها أقيمت في ساعة كهذه خصيصا لسوق كما سماها سوق شرق آسيا وخصوصا الصين. بصدد الحديث عن ريال مدريد، أعتقد بأن الجميع يعلم بأن زين الدين زيدان استعاد تشكيلته كاملة غير منقوصة، 23 لاعبا زائد الحارس محا. طبعا قلت 23 لاعبا لأن ابن زين الدين زيدان لوكا الحارس الثالث لازال مصابا ولم يعود، وبالتالي موحى راموس هو الموجود كحارس ثالث في التشكيلة. الجميع تحت أوامر زين الدين زيدان، وبالتالي التساؤلات كثيرة. إن كان زيدان سيعود إلى 4-3-3 إلى البي بي سي الذي طالما قال فيما مضى بأنه غير قابل للتفاوض، أي أن الثلاثة أساسيين يفرضون أنفسهم بيل، بنزيما وكذلك كريستيانو رونالدو، أم أنه لديه حلول أخرى؟ شاهدنا كيف أن في مباراتي كأس السوبر كيف لعب بماركو أسانسيو، وكيف كان الأداء انسيابيا سريعا وجيدا، وكيف أيضا يلعب بإيسكو، وكيف يتمكن ريال مدريد من أن يصبح يستحوذ على الكرة غير العادة أمام الأخصائي الكبير عالميا في استحواذ الكرة البرسا. بالنسبة للبرسا جمال، هناك شكوك قليلة بخصوص الظاهر الأيمن، هل سيميدو أم سيرجي روبرتو، لكن بإمكان أن تكون هناك مفاجأة كأندري غوميز، ونحن تعودنا مع فالفيردي أحيانا ببعض المفاجآت مثل إبقاء ميسي في مقاعد الاحتياط في مباراة اليوفي، وكان برشلونة لم يضمن المركز الأول بعد، لكن أعتقد بأن التشكيلة المحتملة هي تير شتيغن في حراسة المرمى، في الدفاع سيرجي روبرتو، بيكي، فيرمالن، ألبا، في وسط الميدان سنرى هل سيكون هناك أنظار على باولينيو، بوسكيت، راكيتيتش، إنيستا، باولينيو، وفي الهجوم الثنائي ميسي وسواريز. كنا ننتظر على كل حال أي تغيير من فالفيردي خصوصا بعد خسارتي كأس السوبر كما سبق وذكر جمال ذهبا وكذلك إيابا. بالنسبة لفالفيردي هناك سؤال من سوار أشرف وكذلك جمال، أحييكم جميعا صراحة على دوركم الجبار الموجود داخل أرضية الملعب، لكن أولا أنا أحب أشيد نقطة أشرف بن عياد. أشرف من الناس القلة اللي راهنوا على باولينه وقال سيعمل فارق بصورة كبيرة جدا على باولين. هذه النقطة، النقطة اللي أحب أوجهها له أقول له خلص بسرعة، لأنه الآن حسين ياسين مستغل وجوده كمام الشاشة وقاعد يغرد عن انتقال كوتينهو. لا أحد يعود من السوبر ليج الصيني على كل حال. شوف سوار، نحن هنا احتراما للمشاهدين الكرام، نحن في بي اس سبورت وليس في العالم الخارجي، لهذا لن أجيب احتراما للمشاهدين. إذن نشكر جمال جبلي وكذلك أشرف بن عياد من سانتياغو برنابيو، الأحسن سالم من خارج سانتياغو برنابيو، شكرا جزيلا لكم جميعا. سوار عادة بعد المونديالتو نشعر بقليل شيء ما نوع من التراخي عند النادي بعد المونديالتو في نسختين الأخيرتين، نشعر بشيء من التراخي عند النادي الملكي من سوء حظه هذه المرة بأنه يلعب بكلاسيكو مباشرة أول لقاء بعد كأس العالم الأندية اليوم. هل من تخوف على النادي الملكي من هذه النقطة، أم أن الحوافز كثيرة التي من شأنها أن تقلل من مسألة هذا التراخي؟ مثل ما تفضلتي، يمكن الظروف التي تراها أمامك
تشير ان برشلونه سيحقق انتصار على ريال مدريد بالمنطق، لكن دائما اعتبارات الكلاسيكو لا تعترف باي اعتبار. يعني في سابق الاوقات كان ريال مدريد في وضعيات سيئه، ليست كهذه الوضعيه. هذه بالمناسبه تاريخيا يكاد يكون لاول مره منذ عهد تقرير الثلاث نقاط في منافسات الدوري، لاول مره يتخلف ريال مدريد عن برشلونه بهذه الطريقه. لكن هذه المباراه تبتعد عن اعتبارات سلم الترتيب، تعتبر على اعتبارات الفوارق الموجوده فيما بينهم، لان لها خصوصيتها الخاصه بها. من الممكن عادي جدا ريال مدريد يفوز في هذه المباراه، كل الاحتمالات تلقى وتبعد، خصوصا لما ياتي لقاء ريال مدريد ولقاء برشلونه، ولكن بالمنطق الفني برشلونه هو الافضل. ولكن ايضا الحديث دائما عن جارث بيل وعن مشاركته من عدمها، ولكن التاريخ يقول لزيدان لا تشاركه، لانه خسر ريال مدريد في البنابيو ثلاث مرات بوجود جارث بيل في الكلاسيكو. هي احصائيه لا تعني الكثير، ولكن حتى في المستوى ربما يعني تشاهد ان اسكو ربما لديه الاحقيه اكثر بالمشاركه. الاحصائيات في النهايه تتكلم عن فتره الماضي، والاحصائيات كما اللي يبني اماله على الحظ، انه كمثال يقول رونالدو محظوظ لعب رونالدو اليوم، هذه الاعتبارات بالنسبه للمدرب لا تعني شيء، لكن اشراك جارث بيل في هذه المباراه لانه يعلم تماما زين الدين زيدان، هذه انا اللي اراه في زين الدين زيدان، يعلم تماما بانه وجود جارث بيل كلاعب يلعب على المساحات هذا يعطل من اطراف برشلونه بصوره كبيره جدا، اللعب في الطرف اليمين او الطرف اليسار، وبالتالي انت تعطل محطه هجوميه هامه جدا لنادي برشلونه، ويلعب ايضا على قيمه كبيره سرعه جارث بيل اللي يحتاجها في هذه المباراه. البعض من الممكن يستغرب لماذا لا يلعب ايسكو في هذه المباراه، لها تبريرها. في هذه المباريات المغلقه تماما من الممكن ايسكو لاعب مهاري، لكن انت تحتاج لاعب يلعب على مساحات. برشلونة دائما يضغط بصورة كبيرة جدا، توجد مساحات خلفه، أغلب الأهداف اللي سجلت لما كانت موجودة مساحات برشلونة، جارث بيل سريع ويستغلها. مايكل لاودروب مشاهدينا سجل 40 هدف مع برشلونة، سجل 12 هدفا مع ريال مدريد، إذن لعب لي الغريمين معا. انتقل طبعا من برشلونة ريال مدريد 4-5 هناك وسنتين هناك في مدريد. ما الذي تحدث عنه عن هذا الكلاسيكو الذي عاشه مع الطرفين؟ Yeah, of course. When I came to Barcelona in '89, it was a big club in terms of members and, of course, fans in Catalonia. But in the world, it was not. I mean, it was not considered one of the best clubs. Why? Because they have never won the champions of Europe. They lost the final on penalties some years before in '86 in Sevilla to Steaua Bucharest, and the league, they were winning a league title every 7 or 8 years. And I mean, if you're a big club, you normally win every 3 years, 2 to 3 years. So it was Real Madrid who was absolutely top of there. So I came to a club there and that wanted to be, it was second at that time. It's a little curious to think about because this is only 28 years ago, and think how many titles Barcelona has won, league titles only since '89. I mean, this is incredible. But at that time when I arrived, it was a completely different Barcelona. It was also a different Barcelona as a city, but that's another thing. I think after 5 years, it was time for me to move. And again, I could have moved to different places. But I was just turned 30 years old. I knew Spain. I knew everything. I was very respected in Spain. I played 6 years in Italy, so I didn't want to go back to Italy. I didn't think at that time that the Premier League, which was not yet what we know today, I didn't think to go there as a 30 years old. And I mean, these were the three big ones. So and then I stay here, and Real Madrid, they wanted me. So I said, now, when I came to Barcelona in '89, Barcelona was second. Now we are first. Now I can go. Madrid wants me. I can go there. Now they are second. Now they are second. Maybe to try to come back and win. And that was what we did. Of the first year I was there, we won the league. So I was having a very special record there, being together, I think, with Hugo Sanchez. The only foreigner who won 5 consecutive league titles, but I did it with 2 teams, so that was great for me.
الآن مشاهدينا للتشكيل المحتمل للفريقين مع سوار ذهب وكذلك محمد. تشكيل الريال قد يشهد ربما عودة بيل حسب التشكيل المحتمل وخروج إيسكو مرة جديدة. تفضل محمد. طبعا آسيا، يعني تحدثنا إلى المراسلين وتحدثوا لنا عن ما الذي يتوقعوه من مصادرهم الخاصة، نتابع ما الذي توقعوه. وطبعا سوار معنا سوف يعني ربما يضيف، ربما يقول يوافق، ربما يعني التحركات للاعبين في مباراة الكلاسيكو لليوم بين ريال مدريد وبرشلونة. طبعا نتابع ما هي التشكيلة التي توقعها المراسلين، كل من يعني أشرف بن عياد وأيضا جمال جبلي. هذا هو التوقع الذي نشاهده أمامنا. يعني هل توقع أن هذه الأمور ربما نشهد تغيير اسم أو اسمين؟ والله غالبا كما ذكر أشرف أعتقد بين سيريو روبرتو وسميدو هذا التبديل الوحيد اللي ممكن قد يحدث. بقية التشكيلة أغلبها موجودة، من الممكن إن كان هناك تبديل من الممكن يكون إسكو متواجد بديلا لجارث بيل، من الممكن، لكن هذه المنطقية حتى الآن الموجودة بين الفريقين. يمكن العناصر الموجودة الآن ما يغلب عليها والشيء الأمر اللي يغلب عليها بين لويس سواريز وبين كريم بنزيما، هذان اللاعبان حتى الآن مختفيان تماما. يعني لو عملنا مقارنة بينهم بين سواريز وبنزيما في هذا الموسم، نتابع ما الذي وما هي الإحصاءات لهما. يعني كما نتابع معنا بنزيما لعب 11 مباراة مقابل 13 مباراة، الأهداف أكثر لسواريز، أكثر لسواريز، لكن حتى الآن مقارنة سواريز بسواريز نفسه بعيد تماما عن مستواه. البعض من الممكن يتساءل لماذا إشراك سواريز وبنزيما في ظل هذا الغياب المتواصل. لو تلاحظ كيدان كم سجل لاعبو الوسط بين الفريقين، أهداف كثيرة جدا. دور سواريز وبنزيما أصبح محصور في سحب لاعبي الدفاع وانتظار من يأتي من الخلف، يعني فتح مساحات لمن يأتي من الخلف من اللاعبين. لذلك تجد باولينو دور كبير جدا، أغلب الأهداف التي سجلها باولينو سواريز كان عامل درب لباولينو للتقدم للأمام، لذلك دوره كبير جدا. لكن تبقى الجماهير منتظرة الهداف بنزيما والهداف سواريز، وهذه من المباريات التي إن عادوا فيها سيكون لها أثرها الإيجابي والنفسي الكبير جدا، لأنه أنت تعود في مباراة كبيرة وبالتالي القيمة النفسية لك كبيرة جدا وتكسر كل القيود الأخرى. لكن الغياب في هذه المباراة سيضاعف من الضغط النفسي على اللاعبين وبالتالي من الممكن أن يستمر الغياب. نعم، سوار تابعنا طبعا الإحصاءات، تابعنا المقارنات، ولكن التشكيلة الرسمية سوف يعني بعد دقائق قليلة، بعد وقت قليل سوف نتابع التشكيلة الرسمية. هذا متوقع، ربما يختلف اسم أو اسمان بالكثير. يعني آسيا اقترب الموعد، موعد كلاسيكو الأرض، واقتربنا منه خطوة بخطوة. صحيح، نقترب أكثر من هذا الكلاسيكو بذهابنا مشاهدينا إلى سانتياغو برنابيو مع فريق العمل هناك وعلى رأسه الأخضر بريش الذي سيدير هذا الاستوديو التحليل الخاص بهذه المواجهة. الأخضر بريش غير جاهز معنا، نحن سننتظر على كل حال الأخضر بريش، انتظار أيضا أن يعود إلينا كل محمد وسوار. مشاهدينا، عادة الكلاسيكو يشكل ضغط كبير وعبء كبير على كل اللاعبين، من بينهم كارلس بيول، فرناندو مورينتس كذلك، حين كانا يلعبان لم يكونا يستطيعان أن يمشيان في الشارع. كان لهما على كل حال حديث معنا سابقا وقالا بأنهما الآن يعيشان نوع من أنواع الهدوء. في هذه اللحظات مشاهدينا نحن نتابع حافلة فريق برشلونة متوجهة إلى سانتياغو برنابيو في انتظار كذلك أن نرى غرفة ملابس النادي الكتالوني، غرفة ملابس ريال مدريد. يعني نلاحظ أسيا الناس الذين يركضون على الجوانب الشارع على الرصيف لمدى أهمية هذه المباراة وأيضا الحافلة. تلاحظ الحافلة حتى ما عليها الشعار، العادة في الأندية الحافلة صحيح تكون عليها الشعار، لكن هذه مرور الحافلة في وسط مدريد وجود شعار النادي استفزاز في وسط، نعم في الأحداث الموجودة الآن بسبب الأوضاع الحاصلة مؤخرا ما بين أقليم كاتالونيا ومدريد. نذهب إذا مشاهدين الآن من جديد إلى الأخضر بريش الذي سيكون موجود مشاهدين في أستوديو التحليل الخاص بهذه المواجهة مباشرة من سانتياغو برنابيو. الأخضر، مساء الخير، تفضل، الهواء لك. اليوم ستكون مباراة صعبة خصوصا مع فارق الكبير بهذه النقاط، والجميع تحدث عن أن الصعوبة تكمن في النقاط الثمن التي لم يستطع أبدا الريال أن يتخطاها وينال لقب حين يكون الفارق من هذا النوع. تفضل الأخضر. شكرا زميلتي آسيا وأيضا زميلي كيدان. إذن أهلا بالجميع هنا في ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يتوقع أن يبعث الدوري الإسباني من جديد. الليغا اليوم ستتحدد، هل ستكون هنالك إثارة وتشويق ومنافسة على الفوز باللقب، أم
أن البارسا سيحسبها الليلة. الريال مطالب بأن يفوز، كل الضغوطات على ريال مدريد في هذا الكلاسيكو، لأنه لا يريد أن يكون هناك فارق كبير، ولن يكون أيضا هذا الفارق الكبير في صالح الليغا ولا في صالح المشاهد العربي. تعرفون جميعا بأن المباراة ستكون مبكرة، وأن هذا للسماح لكل العالم بمتابعة هذا الكلاسيكو فقط من خلال بي إن سبورتس، وذلك في المعمورة. إذن كلاسيكو الأرض سيجمع العالم اليوم. ستتوقف الساعة طبعا بعد حوالي ساعة ونصف من الآن لمتابعة هذه المباراة الكبيرة. جمهور لم يدخل بعد، لكن تعودنا أن بعد حوالي ساعة من الآن هذه المدرجات ستكون كخلية نحل، وبإمكاننا أن نعيش أوقات ممتعة إن شاء الله. نتمنى أن نشاهد أهداف كثيرة إن شاء الله، ونعود إليكم هنالك إذن لآسيا وأيضا كيدان. تفضل. سنكون معكم مشاهدينا على الموعد، كونوا بعد قليل مع الأخضر بالريش وفريق العمل مباشرة من سانتياغو برنابيو في مدريد. طبعا الكثير من الانتظار والترقب لهذه المباراة الكلاسيكو الأرض. سوار سريعا، توقعك. أنا أتوقعها 3-2 ريال مدريد. 3-2 ريال مدريد؟ نعم. مدريدي يعني؟ لا مش مدريدي. طيب. لا والله أنا سوار ذهب. شوف أنت يبدو أن التوتر خلاك توصل لمرحلة عاوز تصنفنا وعاوز تلغي الجمهور. هو توترك خلاك تهرب. مش تهرب، أنا أشوف حتى أنصح الإخوان يعني دائما في البرنامج أن يكون في رجل إزعاف موجود، لأنه إحنا ماشيين لاحظتي يعني آسيا لاحظتي كيدان حتى يعني سامحوا سامحوا سامحوا. هي خسارة ألعاب الفيديو مأثرة علينا. صفوا النفوس صفوا النفوس. إذا مشاهدينا نكون إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه التغطية الخاصة بما قبل كلاسيكو ال 75 بعد المئة على مستوى الليغا ما بين ريال مدريد وبرشلونة. كل الانتظار لهذه المواجهة طبعا من قلب الحدث لحظة بريش سيكون معكم. لا تذهبوا بعيدا، فتغطية مستمرة لمباراة كلاسيكو الأرض. إلى اللقاء. إلى اللقاء. الثامن عشر من الدوري الإيطالي اليوم حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.
They go crazy for football. And you know what? It's totally contagious. When you watch a match, you become one of them. Can't be football. That's got to be something else. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في مدريد، حيث درجة الحرارة 7 درجات وسرعة الرياح 14 كيلومتر في الساعة. مرحبا بكم إلى هذه الأبراج القريبة جدا من ملعب سانتياغو برنابيو، حيث الحفل الكبير بين الغريمين الأبديين ريال بارسا، وذلك من أجل بعث الليغا الإسبانية مرة أخرى لموسم 2017-2018. من هنا نحييكم من هذا الملعب، وهذه هي الجماهير التي بدأت تتوافد على سانتياغو برنابيو الذي سيشهد اليوم جماهير غفيرة من أجل حضور